صديقي أحمد، أشكرك شكرا جزيلا على استقبالك لي في قريتكم. لقد قضيت معك وقتا ممتعا، كنا نلعب في الحقول وتحت الأشجار على سفح الجبل، ونركب الحمار فيسير بنا بين قطعان الأبقار والأغنام والمعز، ونأكل الكسكس اللذيذ ونشرب اللبن الشهي ونتذوق التين الحلو. أرجو أن تزورني بالمدينة، سأعرفك على أصدقاء الحي، وسنتجول في السوق بين متاجر الألبسة واللعب، ونشتري هلاليات من مخبزة الحي. دمت بخير صديقي أحمد، صديقك خالد.